دلوقتي في محمية وادي الجمال، تحديدا في منطقة اسمها أبو غصون. اللي قدامنا ده شجر اسمه شجر الأراك. شجر الأراك ده اللي بيتعمل منه السواك. الشجر ده كمان بالمناسبة من الأشجار المعمرة ودائمة الخضرة. الشجر هنا كثيف جدا لدرجة إن واحنا داخلين في أول وادي أصلا بنقفل الوادي. الشجر ده بقى سبحان الله بيقدر يتأقلم مع الظروف اللي حواليه، يعني ما بيحتاجش مية كتير عشان خاطر يطلع، حتى كمان لو التربة فيها ملح يقدر إن هو يفلتر الملح ده. الجذور بتاعته كمان بتنزل تحت الأرض كذا متر. الشجر ده طبعا موجود في سينا كتير منه، موجود برضو في الصعيد.